أشرف السيد عبد الرحمن البجاوي رئيس الغرفة النقابية الجهوية للقصابين بولاية بن زرت على الاجتماع العام للمهنيين المنتصبين بكافة معتمديات الولاية، وذلك يوم الاثنين الماضي بمقر الاتحاد الجهوي ببن زرت، وبحضور عدد كبير من المهنيين للنظر في الحملة الممنهجة ضد القصابين بكافة ولايات الجمهورية. وفي كلمة الافتتاح للسيد رئيس الغرفة النقابية الجهوية بين أن القطاع يمر بصعوبات، وتم تداول عدد من النقاط تمت مناقشتها من طرف الحاضرين، مثل تسمية ناطق رسمي باسم القصابين بكل معتمدية من معتمديات الولاية، تكوين وبعث صندوق وكل قصاب مطالب بدفع مبلغ مالي شهريا سيتم الاتفاق عليه بالإجماع، الجباية الشرطة الجبائية، مشروع قانون المالية لسنة 2018، أي أن جميع القصابين مطالبون بتطبيق النظام الحقيقي، وكل قصاب يتوجه إلى النظام التقديري المبسط يتعرض إلى خطايا. كما أن هناك معادلة في درجات الأسواق وفي مبالغ الجباية المطالب كل قصاب بدفعها، لابد أن تكون كمية اللحوم الموجودة بالثلاجة مختومة ووثيقة المسلخ متوفرة. كل قصاب توجد لديه كمية من اللحوم من غير وثيقة المسلخ تعتبر كمية مجهولة المصدر، ويتعرض القصاب لعقوبات خطيرة خاصة عندما لا تستجيب إلى معايير حفظ الصحة، مثل كأن قنوات تصريف المياه معطبة، الفضلات متراكمة، سقف المحل في حالة يرثى لها وآيل السقوط، الأسلاك الكهربائية تتدلى على الجدران إلى آخره. رئيس الغرفة الجهوية تحدث أيضا عن الحالة المزرية لمسالخ البلدية، وقدم بسط عن جلسة العمل انعقدت أخيرا بمقر الولاية، وتم الحديث عن إمكانية إحداث مسلخ جهوي تتوفر فيه كل التجهيزات العصرية أو إعادة تأهيل البعض من مسالخ الولاية. موضوع توريد اللحوم المبردة والمجمدة، وبين رئيس الغرفة أن الدولة تلجأ إلى توريد لتعديل السوق. كما تحدث السيد عبد الرحمن البجاوي عن موضوع كراء الأصل التجاري بالمحل، وبين أنه لا بد أن يتوفر عند صاحب المحل عقد كراء خالص مدة الكراء سنتين ليتمكن من بيع الأصل التجاري. كما بين أن العديد من القصابين يجدون صعوبات كثيرة لتشغيل اليد العاملة المختصة في القطاع، وطالب بإحداث وتركيز مركز تأهيل وتكوين اليد العاملة المختصة في القطاع بالشراكة مع المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية. كما تمت مناقشة موضوع نقل كميات اللحوم من المسلخ إلى المحليات التجارية وإلى التوزيع إلى المعاهد وسكنات. وأكد رئيس الغرفة على المحافظة على كميات اللحوم عند عمليات التنقل، ولا بد أن يتم نقلها في أفضل الظروف الصحية، خاصة وأن المحلات الموجودة غير مؤهلة للتوزيع إلا إذا تم توفير شاحنات مبردة لتوزيع اللحوم. كما أكد عدد من القصابين أن هناك نقصا كبيرا في القطيع من جراء تهريبه للدول المجاورة، مطالبين بتوفير كميات اللحوم. عدد آخر من القصابين ببعض معتمديات الولاية بينوا أن خلاص الأداء البلدي، أي معلوم على الذبح 150 مليما للكيلوغرام من اللحم، وتم توضيح من طرف السيد رئيس الغرفة أنه طبقا للرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 53 الصادر بتاريخ 29 جوان 2016، فإن المعلوم على الذبح 100 ملي من الكيلوغرام من اللحم فقط، وتم توزيع عدد من النسخ من الرائد الرسمي على القصابين.